مرة تأثر المنتخب المصري بالحالة البدنية في المباراة السابقة أمام أثيوبيا؟ مفيش شك طبعا، خاصة اللاعب المحليين وليس المحترفين. مفيش شك لأن الحقيقة الوضع الغريب جدا في مباراة أثيوبيا وتونس، إن أنت بتلعب أثيوبيا بالذات رغم إن إحنا كنا تأهلنا فعلا، لكن بتلعب بدون دوري، ودي كانت حاجة غريبة، وبالتالي تأثيرها السلبي جدا على النواحي البدنية والخططية والتكتيكية، كل شيء أمر طبيعي جدا. وبالتالي شفنا مباراة أثيوبيا الحقيقة المستوى مذبذب يعني، وده أمر طبيعي على فكرة ولا يدعو للقلق، لكن كان الهدف من المباريات دي إن أنت بتعلى في التصنيف، وده كان هدف مهم جدا عند مستر فيتوريا يعني. لكن طبيعي جدا إن أنت مستواك البدني والخططي كل شيء الحقيقة ما بيبقاش فيه توازن شوية، وده اللي بيخلي المدرب الحقيقه يعمل تبديلات كتيره جدا، سواء مباراه اثيوبيا او مباراه يعني مباراه النهارده الحقيقه عامل 7 تبديلات على المباراه اللي فاتت، وده امر طبيعي انه ما يقدرش في خلال 2 3 أيام وانت الدوري ما بداش وبالتالي البدني بتاعك مش جاهز ما يقدرش يدي لعيبه ماتشات متتاليه يعني. وبالتالي المباراتين الحقيقة هم الهدف منهم هو التصنيف، وده شيء مهم جدا في إفريقيا.